متابعين ببقية فقرات صباحنا لليوم. أكيد يا صالح. هلا وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم مع معالم الكواكب والفلك ورصد أهلة شهر رمضان المبارك وأبرز الأحداث الفلكية اللي رح نشهدها خلال الفترة المقبلة، طبعا مع رئيس الجمعية الفلكية الدكتور محمد العصيري. سعد صباحك. سمر سالي، سعد صباحكم، صباحكم ورد، صباحكم ربيع. طبعا صباحنا ربيع. تمام. بس هلا بشرتنا بشيء كثير حلو. من هلا بكره شو حيصير؟ في منخفض طبعا اليوم وبكره، اعتبارا من اليوم وبكره في منخفض اليوم. جوي صحيح. اي ساعه؟ يعني هلا بعد ساعات قليله رح يبدا تنخفض درجات الحراره. بنحب نطمن مشاهدينا انه خلاص اللي لبسوا صيفي يرجعوا يحطوا جواكيتهم وينطلقوا للحياه. عشان هيك دائما نحن بنأكد انه اسمعوا الارصاد الجويه، دائما تستضيفوهم صباحا فاسمعوهم الارصاد الجويه، لان اليوم ما بده يصير بالناس تطلع سيارين تتفاجئ انه في انخفاضات كبيره درجات الحراره. على فكره فعلا اليوم في انخفاضات من موسم درجات الحراره اليوم وبكره، يعني مو بس اليوم حينزل مطر كذا وهيك. غالبا كل هلا الامطار حتكون غزيره جدا بالمناطق الشرقيه، بارياف حمص وصولا الى حلب. دمشق متوقع امطار مناطقيه. شو معناتها؟ انه تنزل امطار غزيره بمنطقه، منطقه بجوارها تمام تلاقوها مشمسه بس بارده جدا. نعم، هي بنسميها نحن الغيوم المتقطعه تسبب امطار مناطقيه، فلسه الشتويه موجوده معنا. يعني نحن عم نقترب من شهر رمضان المبارك مع جو، خلينا نقول جو حلو. معلش يعني تكون الحراره شوي بس لندخل رمضان بجو حلو ان شاء الله. كل عام يكون حتى الجو برمضان ظريف. إذا بنحكي عن شهر رمضان المبارك، دائما بنختلف من بلد لآخر عن أهلة شهر رمضان المبارك. في بلد بيسبق بلد وكذا، شو السبب بالاختلاف من بلد لآخر؟ والله يا سمر إذا بتقدري تصارحيهم بين بعضهم ونتفق على رمضان واحد لك جائزة كبيرة. فعلا لا يمكن حتى اليوم انه يتوحدوا الدول العربيه والاسلاميه على قرار واحد. اول شيء بدنا نحكي عن الاهلي، العيون الناس يوم الاحد كلها حتكون عم تشاهد الافق الغربي، اعتبارا من الساعه 7 تقريبا للساعه 8 كل الناس عم تشاهد الافق الغربي بحثا عن شعره صغيره بالسماء. هي الشعره الصغيره بالسماء يسمى الهلال. طيب ليش في اختلاف من دوله لثانيه؟ الاختلاف بين دوله لثانيه مو بسبب الاختلافات الفلكيه اللي هي واضحه، المعلومات الفلكيه اليوم اللي عندنا هي معلومات دقيقه واضحه، هي معلومات موجوده عند كل فلكي موجود بالوطن العربي بالدول الاسلاميه موحده. كلنا بنعرف انه الهلال بيولد الساعه 1:47 دقيقه و30 ثانيه فجر يوم الاحد. كلنا بنعرف انه عمره يوم غروب شمس يوم الاحد حوالي 17 ساعة و33 دقيقة، يعني بنعرف عمره، بنعرف وين موجود، بنعرف وين بالرصد، لكن الاختلافات هي اختلافات فقهية، بمعنى يا ترى هل الفقهاء أو أصحاب القرار بموضوع الأهل يأخذون بالحسابات الفلكية؟ هل يأخذون بالرؤية الفلكية؟ هل يأخذون بالرؤية العينية المجردة؟ شو المبدأ اللي بيعتمدوا عليه؟ إذا مثلا أخذنا بالحسابات الفلكية بنلاقي تركيا تأخذ بالحسابات الفلكية، يتبعها مسلمي أوروبا، إذا أخذنا بالرؤية الفلكية بالتلسكوبات أو بالعين المجردة أو بأي وسيلة سوريا ومصر ودول المغرب، إذا أخذنا بالرؤية العينية المجردة بنلاقي سلطنة عمان. إذن كل دولة إلى معيار خاص فيها، نحن قلنا معيارنا تماماً. اللي نتبعه سالم. تماما، يعني أحداث فلكية بتشهدها دائما هيك الكواكب، يعني يمكن أنتم هيك الأقدر على متابعتها، ولكن خلينا نحكي هلا نحن مستعدين لاستقبال شهر رمضان المبارك، شو الأحداث اللي هيك صارت أو بدها تصير خلال هاي الفترة؟ تمام. أول حدث عنا إياه هو أجمل حدث هو ارتقاء الهلال، يعني فعلا هذا الحدث بيجذب كل الناس، يعني بتلاحظوا كل الناس حتيجي تشارك معنا بالرصد، ونحن فعليا هذا العام وزعنا أكثر من محطة رصد، يعني عملنا بدمشق بالمرصد الفلكي السوري، عملنا بحمص بالقصر العدلي، عملنا بحلب بالحمدانية، عملنا على ما بدي أنسى اللاذقية بمجمع 8 آذار، عملنا بريف دمشق بالنبك برواب السقة، عملنا بكل مكان تلسكوبات مراصد حتى تشاركنا الناس تشوف هذا النشاط الجميل. لكن شو في احداث جميله جدا جاي برمضان؟ رمضان اولا اذا حكينا من الناحيه الطقسيه حيكون مريح جدا من الناحيه الطقسيه، وهذا ايجابي، يعني الناس بالذات برمضان بهم يكون في شويه نسمه هواء حلوه، نسمه هواء شوي مو كثير برد ومطر. نرجع للشتويه اكيد وما كنا نروح على الصيفيه الحاميه والحلوه. طمنتنا انت قبل فتره انه برمضان حينزل مطر ولكن ثلوج لا، بس لا ثلوج لا. عم بقرا باماكن
أخرى عم بيقولوا في ثلج برمضان. لا لا لا، هي كلها إشاعات، حتى أمطار مثل اليوم يعني هي المقصودة فيها، أما ثلوج ومنخفضات قطبية ومبالغات لا طائلة لها. يعني ليش نحن نخوف زيادة؟ الجو لطيف، الجو حلو برمضان فعلا، ونحن استعدنا عن كلمتنا أنه رمضان حيكون رطب، يعني جو لطيف مقبول، يمكن بيخفف ثمر من حدة الصيام. أكيد رب العالمين أحيانا هيك بيرقف بعباده، يمكن هدول نقطة المطر هيك بيخفف شوي على ساعات الصيام. ما زالت طويلة، يعني أول يوم بيأذن المغرب على الساعة 7:23، يعني بنقول 7:30 وسطيا. نعم. يعني الصيام من 4 to 7:30 أكثر من 12 ساعة، حوالي 14-15 ساعة. فإذا ساعات الصيام طويلة تحتاج إلى جو يكون مقبول. نرجع للأحداث الفلكية، في عنا 6 أيار ما بدنا ننسى، لأنه هذا على الأبواب، راح تمر الأرض ببقايا مذنب هالي، المذنب الأكثر شهرة في التاريخ. هالي على المبدأ سالي. سالي هالي مظبوط، راح يمر الأرض ببقايا مذنب هالي، رفيقة لسالي. يحتك الأرض، الغلاف الجوي للأرض مع بقايا المذنب رح يولد هطل شهابي بالسماء رائع جدا. لكن نحن مو محظوظين كثير، لانه عدد الشهب عندنا 30 شهاب بالساعه، بنصف الكره الجنوبي رح يكون 60 شهاب بالساعه. لكن يوم 6 ايار الساعه 12 ليلا باتجاه الشرق للشمال الشرقي، بامكان الناس يتاملوا هذه الالعاب الناريه، بنكون دخلنا رمضان، فبالتالي الناس غالبا بتكون صاحيه بهالوقت هذا. فبكل بساطه نظره هي واولادها على السماء، منظر جميل جدا الهطل الشهابي نتيجه المرور. لكن ما يشاهدوا من منطقة كلها أضوية ما حيشوفوا شيء، يعني على القليل تكون منطقة عاتمة قليلا، يطلعوا على أسطوح البناية، يطفوا أضوية البيت ويتطلعوا، بحيث أنه ما يكون عندهم مصدر إضاءة قريب منهم لحتى يشاهدوا متعة هذا المنظر. 18 أيار عندنا ما يعرف باسم القمر الأزرق البدر، أيضا هذا ثالث قمر بدر بشهر بالربيع، والأخير بشهر أيار، حيكون ميال للون الأزرق. السبب أنه هو آخر أمر بالربيع، والسماء تكون صافية جدا، والضوء الأزرق للسماء بيكون بأوجه، فبالتالي بينعكس هذا الضوء على القمر، فبيطلع البدر جميل جدا يوم 18 ايار. اذا بس هي يعني الحدثين الفلكيين الاقرب من بعض ب 6 وب 18. بس 6 يعني فعلا دعوه، لانه اولا مذنب هالي نحن بنحبه، وهو مذنب له شهره كبيره كثير، يعني قصه هالي وكيف تنبأ فيه، وكيف يعني ما بعرف اذا معي لحظه احكي لكم بالليل أسطور. والمشاهده حتكون كثير رائعه، والشهب هي عم تنزل، يعني كانه العاب ناريه كثير. شفنا شهب وتمنينا بس ما تحقق ولا شيء. هي بالاخير اسطوره من اساطير اللي بنحكى عن الشهب، لكن هي جميله، يعني فعلا لما تشوف الشيء عم يحترق هيك بسرعه بالغلاف الجوي ونعدهم، الروعه سالي انه نعدهم. بس نتفائل، يعني كنا متوقعين اتن اكيد. احلى شيء انه نتفائل بما يحدث بالفلك، انا دائما بدعو للتفاؤل وليس للتشاؤم، مهما حدث بعلوم الفضاء والفلك هي حادثه للتفاؤل. للتفاؤل، كل شيء فيه ايجابيات، دائما الهطل الشهابي في تفاؤل، القمر الازرق في تفاؤل، فنتفائل فيه، حتى الجو نتفائل فيه، يعني في ايجابيات دائما للموضوع وفي سلبيات، فنطلع دائما للجانب الايجابي، حتى بهلال رمضان وباختلاف الدول بهلال رمضان، الا ان هناك جوانب ايجابيه عن موضوع هذا الاختلاف، متعه الرصد، متعه المراقبه، علما انه معظم الدول العربيه والاسلاميه هذا العام راح تدخل شهر رمضان المبارك. اذا بدنا نحكي عن الانشطه القادمه لكم، شو هي اللي حتكون ب 6 و 18 وكثير كمان شو في عندكم انشطه اضافيه حتعملوها لنسلط الضوء عليها اليوم؟ تمام. اهم شيء نحن بصراحه عندنا اهم نشاط هو نشاط يوم رصد هلال رمضان، لانه نحن بنعتبر حالنا كجمعيه فلكيه دورها وواجبها تجاه بلدها انه تضبط هذه المواضيع، انه يكون لها دور تساعد القاضي الشرعي الاول على اتخاذ القرار الصحيح. حنكون موجودين معهم بالجلسه الرسميه، حنساعد الناس على مراقبه ودراسه ومتابعه هلال شهر رمضان، نعطيها المعلومات الدقيقه والصحيحه. متعه تعرفي هلال رمضان الناس تهتم فيه أكيد. فتستمتع أن تكون مشاركة معنا، في أسئلة كتير، بيكون في حوار كتير، فبتعلموا الأطفال بينبسطوا بهذا النشاط، خاصة بعد منه نحن مباشرة بنوجه تلسكوباتنا بعد ما يخلص فقرة الهلال ونخلص من موضوع الهلال، بنوجه للكواكب، بيكون عندنا المريخ، المشتري، زحل، فبيكون في ليلة رصد بعد منا، هذا بشكل متعة للناس المشاركة معنا. إذا أهم نشاط عندنا هو موضوع هلال شهر رمضان. بعد منا نحن شوي بنهدي مشان فحوصات الطلاب، نعرف نحن على أبواب فحوصات، فمشان ما نشغل
الطلاب عن فحوصاتهم فحوصات ورمضان مع بعضهم. ست ايار بنعمل هيك ومضه عن الشهر، بعدين كمان بنهدي ل 18 ايار بنتابع القمر الازرق، ثم نتجهز لرصد هلال شهر شوال. كمان هلال شهر شوال له قيمته. عم تحكي لنا استاذ محمد عن احداث كثير مهمه، عن احداث متتاليه ورا بعضها، ذكرت هلا الامتحانات اكتئبوا هلا اللي عم يحضروا النظام اكتئبوا، احنا بس الامتحانات وجاي شهر رمضان. تاثير الكواكب اللي عدتها سواء كان المريخ الزهوره، في لهم هيك تاثيرات فلكيه ايجابيه؟ غير احكي بالايجابي، بالنهايه طبعا كل شيء كوكب يظهر بالسماء هو تاثيره ايجابي ومتعه مشاهدته، يعني برجع باكد انه متعه مشاهده الكواكب وتأملها ومتابعتها بالتلسكوبات. دائما نحن بنأكد على هذا الموضوع، لا نسمع لموضوع الأبراج، لأنه أحيانا الأبراج بتعطي جانب سلبي. يعني تخيلي طالب مثلا عم يدرس ويكافح، يجي حدا منجم يقول له والله أنت بكرة ما رح تنجح بالمادة، بيتحطم نفسيا. إذا في عامل بالنا عليه أكيد. فدائما نتفائل، لا نستمع لأي شيء، دراستنا عملنا هو اللي رح يعطي النتيجة، لا كوكب ولا برج حيعطي. بس في عالم متعودين يفيقوا الصباح يقروا برجهم، هذا غلط. من كتر ما هن متعودين على هاي القصة بيأثر البرج بشكل كتير كبير على حياتهم وعلى يومهم، أنه كيف بده يصير كله. بحكي شخص ما له مختص، خلينا نقولها بصراحة، أي شخص آخر ما له مختص، يعني اللي عم يحكي بالأبراج معظمهم غير مختصين. مرة كنت بمكان وحدة بدها تقرأ الأبراج للعالم، طلعت أبراج يمكن قبل بشهر طالعتهم وقرتهم للعالم على اساس هن ابراج اليوم، فمشان هيك لازم نحكي للعالم انه الابراج مو دائما صح، يعني ديروا بالكم. صحيح صحيح، هي النقطه. اذا في امور لازم نحن ندير بالنا عليها لانه تؤثر سلبيا على حياتنا. تماما، يعني ممكن تدهور حياتنا، ممكن تسبب فشل بحياتنا. صحيح، فبنرجع لا ناخذ الجانب، مثل ما قالت سالي نقطه كثير مهمه صلت الضوء عليها، ناخذ الجانب الايجابي. في حل انا دائما بقوله، دوروا على اجمل برج واعتبروه برجكم كل يوم. دائما بسالك عنه. تماما تماما، وهيك بترتاحوا انتم، لانه فعلا فعلا صدقوني بكل ثقه وبكل امانه ما في شيء بالكون ذو جانب سلبي. تماما، ما في شيء. حتى النيزك اللي بيضرب الارض قديش بيضرب وبيحطم وبيكسر، هذا النيزك ثروه سعره ملايين الدولارات، بسبب انه بدل ما تطلع المركبه الفضائيه تجيب هذا النيزك، النيزك وصل للارض، رغم انه مدمر لكن له جانب ايجابي. يعني دائما نحن نتطلع على الكاسه شو بيقولوا، نص الكاسه الملانه، ونترك النص الفاضي ودائما نتفائل بالحياه. وشكرا على معلوماتك، اكيد دائما تعطينا معلومات قيمه مفيده لكل حدا عم بيتابعنا، واكيد لا يمل. اكيد شكرا لك. برجع باكد سمر، اللي حابب يكون معنا لرصد هلال شهر رمضان المبارك، نحن أعلننا وين أماكن الرصد، التلسكوبات. تماما، نشاط جميل جدا وممتع، حيكون بالمرصد الفلكي السوري بدمشق، ممتع جدا، بتمنى يشرفونا الناس. بدي أتشكر أيضا الطاقة الإيجابية اللي بتمنحها أيضا لنا على التفاؤل، عن هيدا النظرة هيك خلينا نقول الجميلة من خلال فقرتنا معك. بدي عايدك إن شاء الله كل عام وأنت بخير بمناسبة شهر رمضان، وكل عام وأنت بخير، كل عام وجميع الشعب السوري بألف ألف خير كافة أيضا شرائحه وطوائفه، لأنه إحنا سوا منصوم. إن شاء الله يا رب هيك بخلال شهر رمضان يكون هيك خفيف نظيف، من خلال الطقس ما يحسوا الصايمين بأي مضايقات. نشكر كتير وجودك معنا. يسعد صباحك سمر، يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.